بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الثانية من حلقات Object Oriented هنتكلم مع بعض على الخطوات اللي احنا هنتخذها عشان نعمل بيها مشروع الفون اندكس. في البداية هنعمل فايل وهنختار نيو وهنختار بروجكت، وطبعا هختاره كونسول ابليكيشن عشان ده بيشتغل على شاشة الكونسول، وبعد كده هقوله جو، وبعد كده هقوله نيكست. هل هو سي ولا سي بلس بلس؟ قالوا لا سي بلس بلس. طيب المكان بتاع المشروع اللي انت هتحطه، الحقيقة المكان بتاعه انا هختاره هنا وهختاره في الليستة المشاريع هنا، وليكن انا هعمل حاجة كده اسمها فون اندكس 2 خلاص، وهحط المشروع بتاعي في اللوكيشن دوت عشان ابقى عارف مكانه فين. فهختار اللوكيشن بتاعي هنا واكتب التايتل بتاع المشروع فون اندكس بروجرام، برنامج فون اندكس، واقول له نيكست. هيقول لي الكومبايلر اللي انت عايز تستخدمه، انا شغال على جينيو سي سي جي سي سي كومبايلر، واقول له فينش. تمام. القايمه اللي هي المانجر بنجيبها من فيو مانجر، لو هي مقفوله عندك هاتها من فيو مانجر. دي فيها المشروع بس لسه ما حطيتش فيه اي ملفات خالص. لو انا جيت قلت له فايل نيو، هعمل كلاس، هعمل كلاس جديده. الكلاس ديت هسميها باسم بيرسون، وطبعا ادي الاسم بتاع الكلاس. بيقول لي بقى الكلاس دي عندها كونستراكتور ولا لا. انا هشيل صح من على كل حاجه عشان اكتب كل حاجه من اول وايه وجديد. قال لي جنريت الامبلمنتيشن تحت هنا، جنريت امبلمنتيشن فايل وهيدر فايل. هو اوتوماتيك هيعمل لي الامبلمنت دوت سي بي بي والدوت ايه والدوت اتش. لو انا جيت قلت له كرييت، هيقول لي ضيف، اقول له ضيف، هلاقي فيه هنا السورس اتعمل في الدوت سي بي بي وفي الدوت اتش، يبقى في ملفين اهو اتعمل، ملف الهيدر وملف الايه السورس فايل، وادي الملفين اهم بالمنظر ده. طيب انا هاخد الدوت سي بي بي واسحبه، اعمل بيه قايمه في الجنب كده بحيث احط الملفين ايه الملفين قدامي، اكتب هنا واحط الكود هنا. هنا هحط الهيدر او اسمه البروتوتايب، على الشمال هحط البروتوتايب، وعلى اليمين هحط الامبلمنتيشن بتاعي. هو بيجهز لي البرايفت وبيجهز لي البروتكتد وبيجهز لي البابليك ومجهز لي هنا الديفولت كونستراكتور، حتى هنا حاطط لي الكود بتاعه بس حاطه فاضي. اقول له طيب انا في الجزء بتاع البرايفت هعوز ان انا اعمل سترنج النيم وسترنج الفون. ليه انا عملت التليفون سترينج؟ لان التليفون هيخزن 012 011، وبعض الدول بتخزن بلس 2، فبالتالي الزائد ديت لازم تتخزن في صورة سترينج. طب السترينج دي عشان استخدمها لازم اهاش انكلود سترينج عشان اقدر استخدم الداتا تايب اللي اسمها سترينج، لازم اعمل فوق هاش ايه هاش انكلود سترينج. وهعمل يوزنج نيم سبيس استود خلاص عشان خاطر السترينج موجوده في النيم سبيس اللي اسمها ستاندرد. كده انا عملت النيم والفون بس حطيتهم برايفت. ولما بنحط الداتا، انا مش عايز بروتكتد لان دي لسه مع الوراثه، ولما بنحط الداتا برايفت لازم نعملها ستر والجيتر بتاعها، وهنعمل كمان الاوفرلود كونستراكتور. فانا هعمل الكونستراكتور بيرسون بياخد سترينج نيم و string فون، واحط في الاخر سيمي كولون. انا هقفل المانجمنت هنا عشان الصفحه تكبر شويه. طبعا انا بكتب اسم الداله وفي النهايه بحط سيمي كولون، اسم الداله وفي النهايه بحط ايه سيمي كولون. واجي في الجزء اللي على اليمين هنا اكتب الكود بتاعها، اقول له بيرسون كلاس، بيرسون كلاس اللي جواها بيرسون كونستراكتور اللي بياخد string name و string phone. طبعا اكمن الاسم اللوكال زي الجلوبال، فهكتب this هنا arrow name بتساوي name، this arrow phone بتساوي phone. خلاص ده الديفولت كونستراكتور، ده الاوفرلود كونستراكتور. نبدا ندخل على دوال الست والجيت. هقول هنا void set name بتاخد string name، واحط في الاخر سيمي كولون.
string get name ما بتاخدش حاجه واحط سيمي كولون. دي ادي السيت نيم والجيت نيم. اجي هنا اعمل الكود بقى بتاعه، اقول له void البيرسون كلاس اللي جواها سيت نيم اللي بتاخد string name، وبقول له this arrow name equal name، وهات هعمل الداله اللي بعد كده اللي هي string person وget name، واقول له return name. كده عملنا دوال الست والجيت للنيم. لسه دوال الست والجيت للايه؟ للفون. اقول له هنا void set phone string phone، وبعد كده اقول له string get phone وسيمي كولون. اي بروتوتايب بحط له سيمي كولون في الاخر، وارجع في الدوت اتش او في الدوت سي بي بي اقول له هنا void person set phone بتاخد string phone، واقول له this arrow phone بتساوي phone. بعد كده اقول له string person get phone، لازم طبعا ايه return الفون بتاعي. كده الكلاس بيرسون اتعملت، اللي هتنكابسوليت جواها الايه النيم والفون والاوبريشنز اللي انا محتاجها على النيم والفون. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، الحلقة التانية من حلقات Object Oriented، وإن شاء الله ننتظركم فيها الحلقات القادمة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.